ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي في منتصف تعاملات أولى جلسات الأسبوع وسط اتجاه شرائي سيطر على تعاملات المصريين والعرب في مقابل اتجاه بيعي سيطر على تعاملات الأجانب في أول ساعة ونصف الساعة. وارتفع مؤشر إي جي إكس 30 رئيسي بنسبة 24%، كما زاد مؤشر إي جي إكس 70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 24%، أيضا كما ربح مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 7%. للمزيد حول هذه المؤشرات والتحديثات والبيانات من مقر البورصة المصرية بيطالعنا بها مينا بشرى من هناك. أهلا بك مينا، أولى جلسات الأسبوع، ماذا لديك من تفاصيل حتى الآن؟ مساء الخير ولاء. مؤشرات البورصة المصرية مستقرة داخل المنطقة الخضراء منذ مستهل التعاملات وحتى منتصف جلسة اليوم، مع ارتفاع وتيرة الصعود مع مرور جلسة تداول اليوم. هذا الصعود جاء بدعم من القوى الشرائية من قبل المستثمرين المصريين والأجانب والمؤسسات أيضا، إضافة إلى الصعود شبه الجماعي للأسهم القيادية. المؤشر الرئيسي مؤشر إي جي إكس 30 مرتفع بمقدار 22% ومسجلا 13508 نقاط حتى هذه اللحظة. المؤشر السبعيني ونتيجة أيضا لاستمرار القوى الشرائية من جانب صغار المتعاملين مرتفع بمقدار 22% ومسجلا 621 نقطة. المؤشر الأوسع نطاقا مؤشر إي جي إكس 100 مرتفع أيضا منذ بداية التعاملات وحتى هذه اللحظة، وذلك بمقدار 67% ومسجلا 1469 نقطة. نتيجة لهذا الصعود الجماعي لمؤشرات البورصة، فقد ربحت الأسهم منذ بداية التعاملات وحتى منتصف جلسة اليوم قرابة المليار ونصف المليار جنيه. نعم، بشكرك مينا بشرى مراسلنا من مقر البورصة المصرية، وبننتظر بالطبع المزيد من التفاصيل في ساعة إغلاق البورصة عند 1:30. شكرا لك.